مساء الخير عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث الشارع. حديثنا لهذه الليلة نابع من مشكلة: معضلة، تقصير، لا مبالاة. حلقتنا لهذه الليلة ستتحدث عن لسان الشوارع الحضرمية وعن لسان الطرقات العامة، فليس لهم ألسن، وأتمنى أن يتحدث معنا المواطنين عن لسان حالهم ووضعهم، فبالأول والأخير يمتلكون ألسن. مشاهدينا، عنوان حلقتنا اليوم حول طفح مجاري الصرف الصحي في شوارع مدينة المكلا. أعزائي، ليست وحدها المجاري هي من تطفح، فنحن أيضا نطفح معها. إن كانت المجاري تطفح مياه الصرف الصحي في الشوارع والطرقات والممرات، فنحن أيضا نطفح غضب، نطفح غل، نطفح قهر، نطفح بأس، نطفح يأس، نطفح عجز، وسنطفح المرض. كفاني الله وإياكم شر المرض. طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع والطرقات العامة ماذا يعني؟ دعوني أخبركم بماذا يعني. طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع والطرقات العامة يعني مستنقعات، يعني روائح نتنة وعفنة، يعني إعاقة لحركة السير للمواطنين والمرور لوسائل النقل والمواصلات. طفح المجاري يعني مزيدا من الدباب، مزيدا من البعوض، ومزيدا من الحشرات. طفح المجاري يعني منظر مؤذي، لا مدني لا حضاري. طفح المجاري يعني الأوبئة، يعني انتشار المرض، ولا شيء سوى المرض. كفاني الله وإياكم مواطنينا مشاهدينا أعزائنا شر المرض. من الآن بدأ العد التنازلي للغرق في مجاري الصرف الصحي. أنا لا أرعبكم، لا أرعبكم، ولكن هذه الحقيقة، ونضع الحقيقة نصب أعينكم. الشوارع العامة والطرقات الرئيسة في مدينة المكلا بدأت تغرق في مجاري الصرف الصحي. مستوعبين ما أقوله؟ مستوعبين الكلام الذي قلته؟ إن غرقت المكلا بمياه الصرف الصحي سنغرق معها، سنغرق معها، سنغرق معها. نحن بحاجة ماسة إلى التدخل السريع، التدخل العاجل، التدخل الطارئ. فناقوس الخطر قد دق، ناقوس الخطر قد دق. مشاهدينا، نذهب إلى فاصل قصير، فابقوا معنا. عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام. طاقم عمل قناة المكلا الدؤوب أعد لكم تقرير حول حلقتنا لهذه الليلة، حول حلقتنا الساخنة، فلنتابع. خلال الآونة الأخيرة انتشر في مدينة المكلا طفح لمجاري مياه الصرف الصحي في الشوارع الرئيسية للمدينة، في ظل غياب تام لدور الجهات المعنية للقيام بواجباتها تجاه ما يحصل في شوارع المدينة. لا يمر يوما واحدا في المكلا دون أن ترى اتساع رقعة طفح المجاري في العديد من أحيائها السكنية، الأمر الذي تسبب بانتشار الأمراض المختلفة وتعطل حركة السير وتضرر المركبات والكثير من المشاكل المختلفة على الصحة والمجتمع، ناهيك عن تضرر الخطوط الرئيسية للمدينة.
غياب دور الجهات المعنية من السلطة المحلية والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي من أداء واجبها بوضع حلول عاجلة زاد من تراكم المشكلة، واستمرار غرق المدينة في برك الصرف الصحي الناتجة عن الانسدادات في شبكة التصريف. مجموعة من الأمراض الفيروسية انتشرت مؤخرا كان سببها الرئيسي برك المياه الراكدة، فما بالنا ببرك من مستنقعات الصرف الصحي منتشرة بأغلب أحياء المدينة. وبالرغم من أن المدينة أصبحت قبلة لاستقبال الوافدين إليها من مختلف المديريات والمحافظات المجاورة لقضاء إجازة العطلة الفصلية بمنظر يستحي منها المواطن ويزيد من حالة الاستياء جراء الروائح الكريهة التي تنبعث من طفح المجاري واحتمالية إصابتهم بأي مرض معدي، بحت أصوات المواطنين من المطالبة بالحلول والمعالجات. ولعلنا من خلال حلقة اليوم من برنامج حديث الشارع نستطيع من إيصال أصواتهم لمن يهمه الأمر. عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام من تقرير حلقتنا لهذه الليلة. عنوان التقرير الذي كان مؤسف ومخجل نوعا ما: مدينة المكلا، المدينة السياحية تتحول من مدينة سياحية إلى مدينة للمستنقعات، ناقوس الخطر بدأ يدق، شوارع مدينة المكلا بدأت تغرق، لم تشارف على الانتهاء ولكن بدأت تغرق. يا ترى هل سننتظر حتى تنتهي وتغرق؟ إن غرقت سنغرق معها، إن غرقت سنغرق معها. استعرضنا بالتقرير وكما رأيتم الشوارع العامة والممرات والطرقات الرئيسة. المشكلة أيضا أمام المحلات والمولات التجارية والأماكن السكنية، كما نرى أعزائي ومشاهدينا تطفح المجاري، مستنقعات، مياه راكدة، مياه عفنة، رائحة نتنة. يا ترى ما وضع المواطنين؟ ما وضع الأطفال؟ بيئة ليست نظيفة، بيئة ليست صحية. هل هذه هي عروس العرب؟ دائما نتحدث عروس العرب عروس العرب، هل هذه هي عروس العرب؟ هل هذه هي مدينة المكلا الساحلية الخلابة الجميلة؟ هل هذه هي؟ تحولت هكذا فجأة نتنة عفنة بسبب المجاري التي تغرقها؟ موضوع حلقتنا لهذه الليلة موضوع شائك أعزائي المشاهدين. دعونا نذهب إلى فاصل ونواصل. عدنا وإياكم مشاهدينا مجدداً في حلقتنا لهذه الليلة بعنوان طفح مجاري مياه الصرف الصحي في مدينة المكلا، والحلقة ما زالت مستمرة. معنا مداخلة مع المهندس عمر بادخن رئيس مؤسسة جرين الحاصل على جائزة أبطال الأرض الشباب، وهي أعلى جائزة تمنحها الأمم المتحدة في مجال البيئة. عمر مساء الخير. أهلاً وسهلاً، مساء النور. كيف حالك؟ الحمد لله طيب، كيف طبعا عبير بخير؟ تمام الحمد لله يا عمر. موضوع حلقة نحن عن طفح مجاري الصرف الصحي، وأنت بما أنك مهتم بموضوع البيئة ممكن تحدثني أنه كيف يأثر على المنظومة البيئية من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً أثر المجاري وطفح المجاري الصرف الصحي واضح جداً للعيان، وإن كان المواطن العادي يدرك ذلك لا سيما المحتكين والمهتمين في مجال البيئة. طبعا مشكلة المجاري مشكلة مركبة ولها آثار سلبية جدا على البيئة بكافة مكونات الثلاثة، سواء كانت التربة أو الهواء أو الماء. نعم. طبعا آثار للأسف الشديد تتعدى مجال البيئة وتأثر بشكل مباشر
مجال الصحة. نعم. طيب كيف يعني ما هي الحلول من وجهة نظرك يا عمر؟ الحلول من وجهة نظرك؟ احنا اذا كنا نتكلم معنا مشكلة طبعا المجاري في مدينة المكلا لابد ان ننظر الى المشكلة الاساسية او السبب الذي ادى الى هذا المشكلة الكبيرة التي تعاني منها المدينة. نعم. طبعا هو بدايه حد تصميم الشبكه شبكه الصرف الصحي لمدينه مكلا لم يؤخذ بالاعتبار التمدد السكاني وايضا كبر المدينه في المستقبل بالتالي سرمت للاسف مجاري صغيره جدا لا تتماشى مع وهذا ادى الى صفح المجاري. طبعا من وجهه نظركم يا عمر لو الامم المتحده علمت بهذا الموضوع ورات شوارع المكلا تغرق بمياه الصرف الصحي هل ستجرم هذا الفعل في حق البيئه؟ طبعا كثير من الامم المتحده فيها كبير جدا واكيد هذا الامر سيناوي باستنكار شديد من جميله ولكن من بعض المرات منظمة الصحة العالمية التي كتبت في الأمم المتحدة وأيضا ممكن اليون هابيتات وهو تحسين المستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كل هؤلاء البرامج سوف يستنكرون هذا الجسم وأنا أتمنى صراحة من السلطات المحلية ومن الإدارات المعنية إدارة أن يتم التنفيذ وربما تجد بعض الأموال وربما بعض الاتجاه لبعض المنظمات للتدخل في هذا المجال ولا أرى أيضا أنه بإمكان تدخل الجهات المحلية لا سيما إدارة حضرموت. نعم. كلية الهندسة مغيبة للأسف الشديد لكن بإمكان أن تدخل بعض الحدود إذا وجدت النية الصادقة. نعم. طيب كنشطاء وأصدقاء للبيئة يا عمر ما الذي يجب أن نفعله؟ دعنا قليلا من السلطات سيأتي دورها لاحقا أريد أن أستفيد وجودك معايا على الهواء وتخبرني كنشطاء وأصدقاء للبيئة ما الذي يمكن أن نفعله تجاه البيئة في حضرموت حاليا في هذا الوضع وهي تغرق في مياه المجاري. طبعا في هذا الوضع هناك مسؤولية مهمة على جميع المواطنين ومسؤولية أيضا على المجتمع ومنظمات المجتمع المدني. نعم. توجد هناك للأسف توجد هناك عشرات المؤسسات وعشرات الجمعيات اللي تحتل في هذا المجال، جمعيات خصوصا الجمعيات الدينية لكن لا يوجد لها نشاط وأيضا كلية الهندسة وكلية البيئة جمعيات طلابها أرى أن واجب عليهم أن يثيروا النقاش ويثيروا الوعي العام. نعم. ربما المراكز البحثيه خصوصا في مركز بحثي في كليه البيئه وايضا كليه الهندسه للاسف الشديد عندنا قسمين قسم العماره والتخطيط البيئي تمام وايضا قسم الهندسه المدنيه والتخطيط الحضري تمام هذان قسمين لهم ارتباط مباشر وانا متاكد لو كان هناك نيه فعلا من التعليمين في العمل وايضا المسؤوليه على الجهات المختصه تتواصل مع الكليه وتكلف الطلاب بايجاد حلول. نعم. فهناك طلاب مبدعين بامكانهم ان يفكروا في هذه الحلول ويتواصلوا في ابواب معينه لحل المشكله. نعم. طيب عمر انا اعرف انك انت رئيس مؤسسه جرين واي للمشاهدين الذين لم يعوا اي اللون الاخضر او الاخضر بالعربيه كيف ممكن جرين تساهم في هذا الوضع او هذا الحدث الذي يحصل في المكلا اثناء غرقها في المجاري؟ طبعا انا ممكن نشارك مع منظمه اخرى في
إطارة حظر صراعي عام مثل من دوعية، أو ممكن التواصل مع الجهات الخارجية أو الجهات المحلية وتشكيل مجموعة من الجهات، سواء كانت جهات حكومية أو جهات مجتمع مدني أو الجامعة، ودراسة هذه المشكلة. وحنا مستعدين لنقوم بمبادرة في مصر وأعلنا عبر هذا البرنامج أنه بالفعل نشتغل بين الجامعة ومؤسسة العلمية للمؤسسة الصحية وأيضا مكتب الصحة وأي مسؤول عليه، بإمكاننا أن نسمي البرنامج من خلال يمكن التواصل إلى إيجاد حلول ثم بحث مسألة التمويل لها. نعم. عبر أي جهة محلية أو أجنبية. طيب الموضوع لا يعني لا نريد أن ننتظر أكثر من هكذا، لأن المشكلة قد وقعت، نحن لا نتحدث عن مشكلة ستقع، نحن نتحدث عن مشكلة وقعت. لماذا لا يكون عبر الهواء مباشرة الآن عبر قناة المكلا أن تعلن عن مبادرة، يكون الإعلان عبر الهواء مباشرة ويجتمع المهتمين والفاعلين ونشطاء البيئة ونجتمع ونجد حل ونناصر هذه المدينة الساحلية الجميلة؟ طبعا من السهل جدا ان تقوموا تعلن المبادرة، لكن انا ارى انه يتم التنسيق لها موعدكم، انه يتم التنسيق بشكل افضل ونعلنها في بعد التواصل. ربما نعلن احنا من طرفنا لكن لا نجد اي اهتمام من الاطراف المعنية، فاذا كنت لحالك تغرسي الشر اظن لن يكون هناك لن يكون هناك اهتمام. يكون هناك اجتماع، الى اجتماع ورشة عمل، ومستعدين نحن ان نتبنى ورشة العمل من الان، نتبنى ورشة عمل بالتعاون مع السلطات المحلية وندعو الى الاطراف كلها المعنية. انا ارى ان يجب ان تكون هناك ورشة عمل تدخل فيها كلية جامعة حضرموت، نعم، مؤسسة المياه وايضا مكتب الصحة له علاقة بالموضوع واي مكتب اخر ويرعاها المحافظة او جهة اخرى، ونحن مستعدين لتسجيلها وايضا رعايتها. أكيد. جميل جميل يا عمر. تقريبا حنتحدث مع مسؤولين من مكتب الصحة ومسؤولين كمان من مياه من المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي الليلة، وإن شاء الله يدخلوا معنا مداخلة، وأنا كمان حضع لهم المقترح حقك، وإن شاء الله يا رب نخلص الحلقة من هنا ونشتغل على الورشة على طول إن شاء الله بإذن الله. شكرا يا عمر. شكرا جزيلا. تسلم تسلم. طبعا كان معنا على الخط المهندس عمر بادخن. للي يعرفوا أو عذرا للي ما يعرفوش، المهندس عمر بادخن عام 2017 حاز على جائزة الأمم المتحدة، جائزة أبطال الأرض التي تمنحها الأمم المتحدة في البيئة، وهو ناشط في هذا المجال وصديق حميم للبيئة. أعرب عمر عن استيائه من كلية الهندسة كمان، لأنها يبدو لي كمان أيضا انضمت إلى القطيع ونامت ولم يكن لها موقفها. أخبرني أن هناك تقريبا قسم للتخطيط البيئي والتخطيط الحضري على ما أظن أو على ما سمعته بشكل جيد. هذول التخصصين المفروض أنهم يعملوا وينشطوا في هذه الفترة الحالية. كمان عمر بلغني أنه بحكم أنه هو رئيس مؤسسة جرين وله علاقة بمنظمات المجتمع المدني، تبنى أنه ليش لا أنه يعقد ورشة عمل للمساهمة في التخفيف من الضغط على البيئة لما تتعرض له من طفح من المجاري. أعزائي المشاهدين، نذهب وإياكم إلى فاصل ونعود مرة أخرى. أوكي. عدراً المهندس وهيب غانم مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي معنا على الخط. أو مهندس وهيب، كيف حالك؟ الحمد لله، مساك الله بالرضا والنور. أنت عارف أنا كنت حطلع فاصل علشان نرتب معك الاتصال.
الله يسلمك ويعافيك، احنا موجودين في عيون. لماذا الوصول اليكم صعب قليلا سيدي؟ بالعكس انا في كل الاوقات، وحتى لما كلمتكم قلت في اي وقت تقدروا تتواصلوا، يعني ما عندنا اي مشكله. نعم، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. انا سعيده بانني استضيفك معنا على الهواء مباشره في قناه المكلا لبرنامج حديث الشارع. والله انا الاسعد، وصراحه نشكر اداره قناه المكلا بتفاعلها المباشر في امور ما يتعلق بامور حياه المواطن، وخاصه البرامج الهادفه والمفيده مثل هذا البرنامج الرائع. نعم، للعلم يعني انت اول مدير عام يتحدث معنا على البرنامج. الله يسلمك ويعافيك، ولي الشرف صراحه، هذا اعتبره سام افتخر بكثيرا يعني. هذه نقطة تنحسب لك على فكرة. الله يسلمك، شكرا طيب. جزيلا لقناة المكلا لهذا اللي. تسلم أستاذ وهيب. الله نجي للجد الآن، حدثني عن مشكلة طفح مجاري مياه الصرف الصحي في الشوارع. نعم. والطرقات الرئيسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل هناك في الفترة الأخيرة الماضية كانت هناك بعض المشاكل في موضوع الصرف الصحي، وخاصة طفح المجاري في بعض الشوارع وبعض الأماكن خاصة اللي تتكرر فيها عملية الفيض. طبعا تعود عدة أسباب، منها أسباب فنية ومنها أسباب ثانية تكون أسباب مجتمعية يعني. من الأسباب الفنية هي أولا حاجة أنه في كثير من المناطق هي لم تشملها الشبكات الصرف الصحي، وكانت فيها شبكات قديمة وأقطارها صغيرة جدا لم تتواكب مع التوسع العمراني الكبير الذي حدث في المدينة. هذا سبب مشكلة جدا في عملية أنه يكون طرق الفيض المجاري. كذلك بعض الخطوط في الشبكات الجديدة حتى اللي كانت موجودة للأسف كانت مدروسة على مساحات محددة، لكن التوسع العمراني كان بشكل كبير جدا، والملحوظ لدى الكل والجميع أنه الآن صارت حتى الشعاب والوديان والجبال صارت الناس تبني في كل الأماكن. أضف إلى ذلك نسبة النزوح الكبيرة اللي صارت على المحافظة وبين ذلك المحافظات الأخرى، والاستقرار الأمني اللي تشهد المحافظة. هذه كلها كانت أسباب في عملية أنه كانت بالفعل سببت مشاكل، بالإضافة إلى المشاكل الموجودة في الشبكات نفسها في بعض الخطوط، منها أن بعض الخطوط كانت أقطارها صغيرة، وهناك مشاكل في عملية الانسدادات. أما الجانب المجتمعي فهو جانب الوعي لدى المواطنين، حيث أن الكثير من الناس ترمي بأمور كثيرة جدا ومخلفات صرف وبعض الحاجات اللي المفروض أنها لا ترمى تكون في شبكات الصرف الصحي. نعم، وهذا ما نعاني في كثير من المناطق. طيب أنتم كمؤسسة لماذا لا تعملون على التوعية والتثقيف حول هذا الجانب؟ نعم، لدينا قسم إعلامي وقمنا بعمليات التوعية والتثقيف في أكثر، وما زال القسم شغال على مستوى، ولنا صفحات، حتى لنا صفحة في الفيسبوك، ولنا نفس الطريق على مواقع التواصل الاجتماعي، وعملنا حتى أمور بروشورات وإعلانات مرئية في هذا الجانب. في ظل هذه كامل، عمل خطة كاملة للتوعية الأشمل، حتى نحن تواصلنا مع الأخوة في الأوقاف حول هذا الموضوع. نعم، ومن ضمن النقاط التي طلبنا أن يكون مثلا توعية من المتاجر في بعض الأمور، منها موضوع الصرف الصحي، وكذلك بعض الأمور حول الاستهلاك والترشيد، وكذلك عمليات السرقة والرف العشوائي. القسم الإعلامي هل حاليا يعمل في ظل هذه الأزمة حاليا في طفح المجاري؟ نعم، هو حاليا القسم الإعلامي نحن الآن في طور، أصلا كان القسم الإعلامي في فترة من الفترات مجمد بسبب الأزمة اللي مرت في البلد، وخاصة أنه ما كان هناك موجودين طاقم إعلامي، تعاقدنا مع واحد الإعلاميين وأهل القسم، الآن صاروا منهم 4 شغالين في الجانب، ودور مرحلة التأسيس، بدأنا بالتأسيس عدة أمور. نعم. وبالفعل كانت لنا رسومات ممتازة جدا، حتى كانت في إشادات خاصة في فترات الكوارث والأزمات، فكان في القسم الإعلامي دائما ما يدعم بكل الأمور، خاصة في عمليات قطاع المياه. الآن بدأنا في موضوع الصرف الصحي. نعم. وبدأ القسم الإعلامي عملية التوجيه من ناحية نفس الطريقة، من ناحية المشاكل هذه، وكذلك عملية الإنجاز في بعض المشاريع والأعمال التي يقومها العمال. نعم. طبعا ضمن الأماكن اللي نتكلم، من ضمن المشاكل اللي كنا نتكلم عليها برضه المشاكل الفنية اللي عندنا اللي هي المعدات والآليات. طبعا في جميع المعدات والآليات اللي موجودة في إدارة الصرف الصحي هي معدات قديمة ومتهالكة من عام 2005 إلى اليوم، يعني عمرها الافتراضي قد انتهى. ونعاني بمشاكل كبير جدا منها، لدرجه ان احنا وصلنا الى مرحله انه كل مدينه المكلا شغاله على بوزه امتداد واحده او بوزه او بوزتين لشخص المجاري. نعم. سببت ضغط كبير جدا علينا وعبء كبير جدا في عمليه مواكبه الانفجارات اللي موجوده في الشبكات. لكن نعم. الاخ المحافظ حفظه الله اللواء فرج سلمي البحثني، محافظ قاعد مثل العسكريه الثانيه،
وعدنا الآن بالتدخل المباشر بشراء عدد 2 سيارات لفترة الانتداب. متى وعدكم السيد المحافظ؟ طبعا كان في متابعات موجودة من 3 اتجاهات، منها الهلاية في الهلال الأحمر الإماراتي، وكذلك منظمة اليونيسف والمحافظ. المحافظ بدأ بعملية المباشرة في عملية الشراء، وإن شاء الله نحن نتوقع أن خلال هذا الشهر إن شاء الله بنستلم السيارتين، وتقريبا نسقط المقاول أو المورد اللي بيجيبها عن طريق المحافظة. وصلت إن شاء الله نقول للمكلة، وخلال الشهر هذا إن شاء الله سنستلم سيارتين خاصة بفك الانسدادات لهادفة الانسدادات اللي في الشوارع. السيارتان ستعمل على فتح الانسدادات أم لشفط مياه المجاري؟ لا، تقوم بعملية فك الانسدادات. هذه السيارات هي أصلا حتى قيمتها الشرعية غالية، يعني الوحدة توصل قيمتها أكثر من 100,000 دولار، عشان كده كثير من المنظمات لم تتدخل الشراء المباشر فيها. نعم. وعندنا نفس الطريقة الآن من منظمة اليونيسف عن طريق مشروع المدن الحضارية بشراء برضه 2 أو 4 سيارات، 2 منها الفك الانسداد، 2 للشفط. نعم. وعدنا أن خلال شهر مارس إن شاء الله سيتم إنزال المناقصة. إذا جت هذه 4 سيارات أو 6 سيارات فبتكون إن شاء الله هناك مباشرة كبيرة جدا في معالجة في المجاري. يعني مجموع السيارات حتكون 4 سيارات؟ 6 بتكون. 6؟ حافظة، و4 بتكون عن طريق منظمة اليونيسف. لحظة واحدة، كم سيارة عبر منظمة اليونيسف؟ 4 سيارات عن طريق منظمة اليونيسف. تمام، وعن طريق المحافظة؟ 2. يعني بتكون مجموعهم 6 سيارات. طيب، وهذه 6 سيارات ستعمل على فك الانسدادات وشفط المجاري. فيها 2 بتكون شفط و4 فك انسداد. طبعا 4 فك انسداد بتكون 2 للمكلة وواحدة بتكون للغيل وواحدة للشحن. 4 طيب اذا افتكت الانسدادات ما الذي سيحدث؟ يعني هل طبعا هو ايش اللي يصير الان مع المشكلة؟ انه المشكلة لما يجرى اي مشكلة في فك مجاري في الشارع، يعني عملية الوصول الى المنطقة وفك الانسداد السيارات قديمة جدا. نعم. بعض الأحيان العملية تتطلب يعني من ساعة إلى نصف ساعة بالكبير، المفروض تكون ثلاث نصف. بسبب الآليات القديمة اللي معانا أحيانا تصير إلى 4-6 ساعات، بعض المرات يكون يوم كامل في انسداد خط واحد. نعم. ولا نقدر إن إحنا صعب إنك تطلع منه وتخليه، إنك لازم إنك تنجزه. نعم. في بعض مناطق في الشارج اضطرينا إلى يوم كامل 24 ساعة ونحن مواصلين عمل لفك انسدادات إلى ما قدرنا نحن نصلها، وللأسف الشديد كانت فيها حشوات موجودة من مخلفات زواجات. يعني كانت في زي الشوالة مطروحة فيها مخلفات أكل ومشت في الماسورة ووقفت الماسورة، يعني في نصف الماسورة، فكان الوضع صعب جدا. فأدى إلى انسداد. فأدى هذا إلى انسداد، صحيح؟ بالضبط، نعم. وهذه من الأسباب اللي كانت تخجل، يعني نحن حتتأخر في عملية المعالجة لبعض الانسدادات، لكن نقول إن شاء الله إذا جت السيارات هذه بتكون عملية معالجة. وبرضه البشرة اللي بنزقها لأهلنا في حضرموت المكلة خاصة. طيب. حضرموت بشكل عام. نعم. هو إنه الآن الحمد لله، وهذا طبعاً يعتبر حصرياً، مثل ما أنا اليوم طالع أول مدير عام، فهذا الخبر حصري لقناة المكلة. إنه محافظ حضرموت اليوم وجه مشكوراً باعتماد 9 مشاريع في المناطق الحساسة لمعالجة طفح المجاري في مدينة المكلة، والمرحلة الأولى الآن بتبدأ في 3 مواقع، اللي هي الموقع الأول اللي هي منطقة الكتاب عند جلد حي أكتوبر. تمام. طبعا هذه المعالجة بتكون شاملة للمجاري وكذلك للعيون اللي نبع المياه الآن الحالية اللي موجودة بالتعاون مع الأخوة في مكتب الأشغال العامة، وكذلك معالجة الجسر الأرضي ومسيال وادي سقم اللي يجي من منطقة جول الشفاء. نعم. كذلك بتكون معالجة لمشروع المجاري في منطقة مستشفى حضرموت، أكثر من تحت مستشفى حضرموت، شارع البناعمة، هذا برضو تم اعتماده من قبل الأخ المحافظ، وكذلك الشارع الموازي للهايبر اللي هو الشارع من وراء مطعم مباجي واللي على طول الشارع الخلفي. نعم. بيتم معالجة هذه بعمل مشاريع جديدة لتصريف مياه الصرف الصحي. نعم. إن شاء الله أن تعالج هذه بشكل جذري. إضافة إلى ذلك أن جاري العمل الآن في مشروع مجاري خلف القديمة الصناعية اللي في منطقة خلف القديمة عند إدارة محطة الكهرباء. نعم. ونسبة الإنجاز في المشروع تقريبا وصلت إلى 70% برضه بتمويل من السلطة المحلية. اليوم تم الاعتماد من المحافظ وحظنا على سرعة الإنجاز وتنفيذ إنزال المناقصة، وإن شاء الله نقول خلال الفترة القريبة العاجلة سيتم إنزالها. طبعا هناك 9 مواقع رئيسية في مدينة المكلا كانت فيها مشاكل للسيد، منها منطقة الخزان ومنطقة باعبود، في مناطق موجودة اللي هي مستشفى حضرموت، جولة شبان، 9 مواقع رئيسية تم اعتمادها من المحافظ، والآن بتكون المرحلة الأولى 3 مواقع هذه. طبعا تم برضه في التواصل مع الأخوة في منظمة اليونيسف باعتماد حوالي 1,100,000 دولار مشاريع خاصة تحسين شبكات المجاري.
منها تحسين شبكات المجاري في عدة مناطق في المدينة. هذا غير السيارتين اللي حيجيبوها. لا غير طبعا. الحمد لله عام 2019 نحن نقول إن شاء الله نعامل مشاريع وعام التنمية الكامل بنى التحتية. أتمنى ذلك. ودعم المحافظ نحصل على دعم كثير من المنظمات، وبالفعل كانت في استجابة وتلبية كبيرة جدا. والحمد لله الآن المنظمات لما حصلوا أن الوضع الأمني المستقر في حضرموت تدخلت المنظمات بشكل كبير جدا، فأغلب المنظمات الآن ساعية للدخول بقوة في حضرموت. فتفتحوا لنا الأبواب. فالبشارة الأولى أنه الآن منظمة اليونس عن طريق أو منظمة اليونس مش اليونس إلى المليون ومئة ألف دولار هذه ستوصل معانا في حوالي 7 مواقع رئيسية. نفس الطريقة معانا تمويل بما يعادل تقريبا 35 مشروع، منها حوالي 12 مشروع مجاري برضو عن تمويل منظمة اليونسف عن طريق المدن الحضرية. التمويل الأول حوالي مليون ومئة ألف دولار عن طريق منظمة اليونسف. اليونسف إن شاء الله بيكون التمويل قد يتجاوز 4 إلى 6 مليون دولار. الحمد لله نحن نقول أن الخطط موجودة ومشاريع تنموية كبيرة جدا في تحسين منظومة المياه والصرف الصحي، ومركزين هذه المرة على منظومة الصرف الصحي لأنه بالفعل عانت المديرية والمحافظة بشكل عام من عملية المجاري في الشوارع وما إلى ذلك. لكن نحن إن شاء الله قمنا في عام 2018 بوضع خطط ودراسات بطاقم محلي فني من مؤسسي المؤسسة بعمل هذه الدراسات، ودراسات إن شاء الله تكون استراتيجية بخطوط أقطار كبيرة تصل إلى قطر 700 مليمتر في بعض المواقع. يعني الأمور إن شاء الله جاي نقول للأحسن، إن شاء الله بيكون الواقع هو اللي الفاصل في الموضوع وليس إن شاء الله بالكلام، إن شاء الله بشوفها مشاريع إن شاء الله على قيد التنفيذ. مهندس وهيب، أنت عارف أنت بتكلمني آخر 5 دقائق وأنا ببتسم لأنني كنت محضرة أسئلة كنت حنسفك فيها، ما حطيت لي مجال، يعني زفيت لنا بشرة وأرقام حلوة وكلام جميل. وإن شاء الله أسوي حلقة كاملة أنا مستعدة أجي أستضيف معاكي في الاستوديو كل ما عندك قولي. أتمنى الكلام الذي قلته يتحقق، وأتمنى أنك يعني الحلقة هذه تكون بشرة وفاتحة خير على موضوع المجاري. والكلام هذا إذا ما تحقق بطلع حلقة ثانية. طبعا ما في مشكلة، يعني نقول إن شاء الله إلى منتصف العام إذا ما شفت شيء ملموس على الواقع ممكن تسوين حلقة بعد تقولي لنا باشمهندس أنت جبت وعود وكانت كلها هباء منثورة. خلاص تمام إلى منتصف العام. لا إن شاء الله أنها تكون واقع، ونحن والله ساعين مع كل المنظمات. فلأنا نذكر جهود السلطة المحلية ووقوف الأخ المحافظ في تحسين منظومة البنى التحتية وخاصة الصرف الصحي. يعني هم شدد على الموضوع بشكل كبير جدا، تعاون الأخوة في الأشغال العامة، مشروع الأشغال العامة. كثير من المنظمات منظمة اليونس بشكر وتقدير لدعمها السابق. إن شاء الله نكون عند حسن الظن. أتمنى الآن ونحن موجودين في المؤسسة نخلص الليل بالنهار، المهندسين والله إنهم يباتوا في المؤسسة لإنجاز هذه المشاريع ونزولها بواقع. الآن 35 مشروع أنجزت وبتسلم لمنظمة اليونس، وحوالي 14 مشروع أنجزت والآن نسلمها لمنظمة اليونس من غير السلطة المحلية اللي داخلة فيها. فنقول إن شاء الله أن نشوف مشاريع في البنى التحتية في الصرف الصحي ترتقي إلى طموح المواطن ونعالج هذه المشاكل اللي كانت موجودة. أتمنى ذلك. مهندس وهيب غانم كنت معايا على برنامج حديث الشارع، شكرا لك. شكرا جزيلا. تسلم. كلام وتصريحات بصراحة هائلة وأنا سعيدة فيها. شباب نطلع فاصل ولا عندنا مكالمة؟ الشباب في الكنترول نطلع فاصل ولا عندنا مكالمة على الخط؟ خلاص نطلع فاصل أعزائي المشاهدين ونعود، الحلقة ما زالت مستمرة. عدنا وإياكم مجددا مشاهدينا، والحلقة ما زالت مستمرة. معنا على الخط دكتور رياض الجريري مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت. دكتور رياض مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا، حياك الله. كيف حالك؟ طيبين الله يحفظك. دكتور رياض حابة أنك تحدثني عن الآثار المترتبة عن طفح المجاري في لحياة الإنسان بشكل عام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكر قناة المكلا على هذه الاستضافة،
وايضا اشكركم هذا الفرصه اللي شكركم على دعمكم ووجودكم معنا في الميدان دائما في تغطيه كل الاحداث الصحيه وكل الانشطه التي تنفذ من قبل مكتب وزاره الصحه العامه والسكان. نعم. وايضا اشكركم مره اخرى على اهتمامكم بالقضايا الصحيه ومتابعتكم للاوضاع الصحيه بشكل عام. طبعا في موضوع الصرف الصحي هو اذا جاي موضوع الصرف الصحي مربوط بكلمه صحي، فمتى ما كان الصرف غير صحي فانه يؤدي الى مجموعه من المشاكل ومجموعه من الاختلالات. لكن اود ان اركز على جانب معين وهو حرصكم ومتابعتكم وايضا تثقيفكم ورسائل توعويه وتثقيفيه للمجتمع نفسه كيف انه يحافظ على ان يكون الصرف صحي وان يحافظ على هذه المسالك والمجاري وطريقه تصريف المياه وغيرها من المخلفات. نعم. وايضا على غرف التفتيش وغيرها. انا سمعت للاخ المهندس وهيب وهو يشتكي يعني من كثير من المشاكل الموجوده، فالمجتمع مفروض انه يحافظ على مؤسساته ويحافظ على الخدمات الموجوده. نعم. وكلنا ليس المياه والصرف الصحي مسؤوليه وزاره معينه او هيئه معينه ولكن مسؤوليه المجتمع بشكل عام. فهذا رسائل مهمة يجب أن توصل للمجتمع وهذا دور الإعلام. صحيح. في موضوع ارتباط المجاري بالمشاكل الصحية. بالضبط. هناك مشاكل كبيرة أكبرها تسريب المجاري أو تسرب المجاري إلى مياه الشرب، وهذا يؤدي إلى كثير من الأمراض الوبائية ومنها الإسهالات المائية الحادة وقد يصل إلى الكوليرا. نعم. وأيضا هناك إشكاليات بسيطة إذا كان مجرد مجاري سطح مجاري موجودة في الشوارع هذا تؤدي إلى بعض المشاكل الموجودة منها تجمع الأوساخ، تجمع الجمامات والمشاكل الموجودة في المياه، وأيضا هذا تؤدي إلى أنواع كثيرة من أنواع تايفويد فيفر وسالمونيلا نوع من أنواع البكتيريا وأيضا كثير من الأشياء والذباب وتنقل كثير من الأمراض للمواطن وللمجتمع نفسه، وخاصة إذا كانت أيضا موجودة بجانب مطاعم، بجانب بقالات، بجانب باعة متجولين، فهذا قد يؤدي إلى كوارث وإلى مشاكل صحية كثيرة. نعم. طيب هل المستشفيات حاليا تشهد حالات أمراض أو حمى بسبب هذه المجاري تحديدا؟ طبعا أنا أود أن أوصل رسالة. نعم تفضل. للمجتمع بشكل عام وأيضا تغيير في موضوع البعوض الناقل لحمى الضنك والملاريا. نعم. نحن دائما نوصل مجموعة من الرسائل والآن لدينا فريق تبع مدعوم اليونيسف من الصحة تعمل في البيوت، تشتغل من بيت إلى بيت، توصل رسائل تثقيفية. اليوم فريق اسمه البرنامج C4D. نعم. Communication for Development أو يسموهم التواصل من أجل التنمية. نعم. هم يوصلون مجموعة من الرسائل التوعوية للمواطنين في موضوع حمى الضنك والملاريا وغيرها والتغذية الجيدة وغيرها. نعم. كثير من الناس عندما يرى سطح المجاري موجودة في الشوارع ويرى كافة البعوض في المساء فيحسب أن هذا البعوض هو البعوض الناقل لحمى الضنك أو الملاريا. البعوض الناقل لحمى الضنك مجرد معلومة الواحد يتعرف عليها من أجل أن نتخلص من كثير من الأسباب لحمى الضنك والملاريا. البعوض الناقل لحمى الضنك والملاريا يعيش في بيوتنا، يعيش في المياه الحلوة ولا يعيش في المياه القذرة، المياه المتسخة. هذه المياه يعيش فيها البعوض العادي الليلي. نحن البعوض الذي يسبب حمى الضنك والملاريا هو بعوض نهاري ينشط بعد الفجر وقبل المغرب ويعيش في المياه الحلوة، يعيش في بيوتنا في كثير من خزانات المياه المفتوحة حتى الخارية أو المياه الخارية من المكيفات وغيرها، فهذا تنقل البعوض الناقل لحمى الضنك. نعم. أما البعوض الناقل هذا النوع من أنواع البعوض الذي يعيش في هذه المياه هذا بعوض عادي ليلي يؤدي إلى قلق المواطنين ويؤدي إلى مشاكل ليلية للمواطنين تمنع النوم، قد يؤدي إلى أنواع حساسية وغيرها، فلا يسبب حميات لكنه يسبب بعض المشاكل الليلية ومنها عرق وقلق ليلي لدى كثير من المواطنين. نعم نعم. طيب دكتور رياض، أي توجيهات تحب توجهها لي السلطة المحلية؟ لأنه قبل قليل كنا في مداخلة مع المهندس وهيب وزف لنا بشرة وزف لنا أخبار حلوة أتمنى أن تتحقق. أنت لما هتشوف الحلقة هتعرف إيش البشرة اللي زفها، لكن هل في ممكن إمكانية أن تعملوا معا كمكتب صحة ومؤسسة محلية للمياه والصرف الصحي
لأنه كمان المهندس وهيب أخبرنا أنه منظمة اليونيسف عملت أو قدمت دعم كبير للمجاري، وأنت الآن تكلمني أنه كمان اليونيسف قدمت دعم، فتوحدت الجهات. هل في ممكن بادرة أنكم تعملون معا؟ نعم هناك عمل كبير جدا بين مؤسسة المياه والصرف الصحي ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان، وهناك نجاحات كبيرة جدا حققناها بالشراكة مع الأخوة في مؤسسة المياه وأيضا في صندوق النظافة وكثير من المؤسسات البلدية وغيرها. عندما كافحنا حمى الضنك في نهاية العام 2016 وبداية العام 2017 عندما غزت محافظة حضرموت وسجلت حالات في مديريتي حاجر وبروم ميفا، كان هناك شراكة وعمل كبير، وصلنا فريق واحد نعمل جميعنا، وبفضل هذه الشراكة وبفضل هذا العمل الجماعي والتكاتف المولود بين كل المؤسسات قضينا على الكوليرا في أسرع وقت. أيضا هناك شراكة مع الأخوة في مؤسسة المياه، وهم أيضا حريصين على موضوع فحص المياه، مياه شرب، فحص دورج مياه شرب، وأيضا يرسلنا نسخ من نتائج فحوصاتهم المخبرية، وأيضا هناك فحص لمياه شرب في مختبرات الصحة المركزية. نحن متعاونين بشكل كبير بيننا وبين الأخوة في مؤسسة المياه غير مختبر المياه، ونتعاون بشكل كبير، هناك شراكة بيننا والأخ المهندس وهيب غانم زميل وأخ عزيز، ونشتغل كلنا مع بعض فريق واحد. وبفضل هذا التكاتف أن هناك شراكة أيضا كبيرة مستقبلية خلال العام القادم، خلال هذا العام 2019. نعم. ودعم اليونيسف منظمة تدعم كل المشاريع الصحية، سواء كان سلامة مياه الشرب، أو أيضا تدعم مكتب التربية والتعليم، تدعم مكتب الصحة، كثير من أمراض الطفولة والمساعدة على إدماج الأطفال والحفاظ عليهم في المجتمع. فمنظمة اليونيسف لها دخلات كبيرة، ونحن من خلالكم نشكرهم على كل الدعم الذي يقدموه لكثير من المؤسسات الحكومية والصحية على مستوى الأردن. أكيد وأنا لما حوصل لختام الحلقة ضروري أوجه لهم شكر. طبعا دكتور رياض، للعلم أنت ثاني مدير عام يكون معنا على برنامج حديث الشارع. أول مدير عام كان المهندس وهيب، وأنت ثاني مدير عام. أنا أشكرك على هذه الحفاوة ورحابة الصدر، ويا ريت مدراء العموم الباقيين يقتدوا فيكم ويتواضعوا قليل ويصرحوا لي وسائل الإعلام، فبالنهاية هذه مسؤولية مجتمعية، كلنا نعمل لأجل أن تصل مدينة المكلا لبر الأمان. لا بالعكس، أنا سعيد جدا بوجودي معكم، وأدعو كل الزملاء أنهم ينفتحوا على كل وسائل الإعلام ويوصلوا رسائل ونستفيد من وسائل الإعلام. وسائل الإعلام ليس وسائل نقل فقط كخطة رابعة في انتقاد كثير من الأشياء والمزاج الموجودة، ولكن وسائل الإعلام أيضا مساهمة في التنمية في المجتمع، وتوصيل رسائل تثقيفية وإعلامية وإبراز دور السلطة المحلية وأيضا المكاتب الأخرى التي تعمل في هذه الظروف الصعبة. فوجودكم معنا وانفتاحنا على كل وسائل الإعلام يساهم معنا في إظهار وإبراز كثير من الأمور، وأيضا توصيل رسائل توعوية وتثقيفية للمجتمع. فأتمنى لكم كل التوفيق، ونحن مستعدين في أي وقت من الأوقات في أي برنامج برامي على طول معنا. دكتور رياض القريري، شكرا لك. كان معنا على الخط دكتور رياض القريري، مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان طبعا بساحل حضرموت. وقبل الفاصل كان معنا مدير المهندس وهيب غانم، مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي. في يا جماعة في بشرة، في أنا كنت مجهزة أسئلة بصراحة، مش عارفة هل أطرحها ولا ما أطرحهاش. أنا كنت مجهزة أسئلة للمهندس وهيب وأخبرته على الهواء، كنت ناوية أنه أسأله وأحرقه، لكن زف لنا بشرة حصرية على قناة المكلم. أنه أول حاجة المحافظ اللواء فرج سالمين البحسني، نستعرض إيش اللي دار في المكالمتين، أنه وجه بمعالجة لمياه المجاري توجيه، يعني خلاص الآن هم المؤسسة المحلية شغالة في هذا الموضوع، أنهم بيشتغلوا على هذا التوجيه. تقريبا ذكر لي المناطق، وأنتم كنتم معانا، المتابعين كانوا معانا على الهواء مباشرة وسمعوا المناطق من ثم المهندس وهيب.
كمان بشر نحن ببشرة أخرى إنه في 3 جهات الآن بتعمل على لتقديم حل. يعني إحنا لما نطلع في حلقة على قناة المكلة وبرنامج حديث الشارع نحن نطوق أو نسعى لوجود حلول فاعلة. تكلم عن الحلول، ما ترك لي فرصة أناقشه على الآثار والأسباب والأضرار، على طول دخل لي في الحلول. المهندسة وهي مدير عام المياه والصرف الصحي، 3 جهات تعمل حول هذه المشكلة، بلغني إياها الهلال الأحمر الإماراتي ومنظمة اليونيسف ومكتب المحافظ في السلطة المحلية. أخبرني أن بتكون هناك في سيارات هتعمل على فك الانسداد وعلى شفط مياه المجاري، هذه من ضمن الحلول. 4 سيارات بتكون مقدمة من منظمة اليونيسف وسيارتان مقدمة من المحافظ. هذول السيارات هيعملوا على فك الانسدادات وعلى شفط مياه المجاري. هذا حل جميل، وفي الحقيقة إذا تم تطبيقه على أرض الواقع بيكون كمان فعال، وممكن أنه نحن نشوف مدينة المكلا مدينة سياحية وساحلية. في مداخلة شباب؟ نعم. زملائي في الكنترول يخبروني أنه لدينا مداخلة مع صديق البرنامج طبعا الإعلامي علي الخلاقي. علي، مساء الخير. مساء النور يا صلاح، كيف حالك؟ الحمد لله، واشكرك على هذه الحلقة المهمة جدا. نعم، تسلم. اليوم مدراء العمومة تواضعوا وطلعوا معنا وتكلموا وزفوا لنا بشرات جميلة. نعم، سمعت الكلام حق المهندس وهيب غانم والكلام حق الدكتور رياض القريري. ايوه، مدير الصحة. نعم، كلام جميل، لكن نتمنى ان نتقبل هذا على ارض الواقع. وهذا ما انشد اليه انا كمان. يعني نتمنى لا نتكلم عن ارقام، لا نتكلم عن ورش عمله، لا نتكلم عن قضايا التوعيه. للاسف هناك قضيه مهمه في تؤرق المجتمع، التكاثف الاجتماعي قل في هذا الموضوع. صحيح. لا يوجد ارقام طوارئ للاسف في النظافه او في البلديه. نعم. إذا هناك طفحة مجاري في أي شارع أو في أي حي. نعم. يمر أسبوع، تمر 10 أيام، يمر 15 يوم وأنت محلك سر، لا توجد أي تحركات من الجهات المختصة. نعم. عندنا في قوة هنا مركز خاص بالبلدية، تقريبا 4 سيارات أو 3 سيارات، واليوم كان موجود وكان مشهد مؤلم. كنا في صلاة الظهر والناس وقفوا سياراتهم، دخلنا نصلي في الجامع ونزلنا إلا والمجاري طافحة على طول الشارع. فين بايش من شارع كانت طافحه المجاري؟ شارع المساكن، معروف هذا الشارع، شارع المساكن وشارع المهم. نعم. وفي المساكن، وتحركت للبلديه والبلديه مسكره ولا يوجد احد والباب مفتوح، ودخلت السيارات موجوده ومنتشره الكلاب داخل البلديه، صدقين ان الكلاب داخل البلديه منتشره. يعني الاداره المفروض تكون عندها نوع من القدوه ونوع من للاسف البلديه والمياه الصرف الصحي داخلها الكلاب. يعني بدون اي تقدير لاي مواطن، رجعت بعد نص ساعه او ساعه الا وقالوا مش موجودين، راحوا يتغدوا. الا لحسن الحظ رجعت الموقع الصرف الصحي هذا الا والبياره من نفسها توقفت، يعني لطفه من الله. ولا لو كان الشارع لكان الشارع غرق يا علي. غرق والناس بالدبابات يمروا بالسيارات وعوائل واطفال ونساء، وتنشر الامراض، ومتى بتجي البلديه؟ بتجي البلديه بعد يوم كامل بعد ما تغرب البلاد والدنيا كلها. طيب حاولت تبلغ. اتمنى ان كنت سالتي مدير مياه الصرف الصحي، لا توجد ارقام طوارئ في المناطق. نعم. نحن اذا في حصل شيء لا سمح الله في الصرف الصحي لا توجد ارقام طوارئ للتبليغ. المواطنين للاسف الشديد في يمكن نسبه كبيره سلبيه. نعم. يمرون بجنب المجاري بدون اي تدبير او بدون اي تحرك من قبلهم للتبليغ، يعني للاسف الشديد نبغى نكون همزه وصل ما بين المجتمع. نعم.
وما بين الجهات المختصة إن كان في البلدية أو النظافة أو الصحة أو أي مكان. الكلاب منتشرة في قوة بشكل كبير، يعني بعشرات، يعني بعشرات المئات منتشرة في قوة عندنا. نعم. ويكون إزعاج للمواطنين ليلا، يعني لا توجد، يعني صراحة يعني نتمنى من البلدية في قوة وبشكل عام مؤسسة المياه والصرف الصحي عمل غرفة عمليات بالمناطق توزيع المكلة إلى مربعات. نعم. المكلة الآن تقريبا يعني مدينة كبيرة، مدينة صحيح كبيرة صحيح. جدا يعني المكلة. صحيح. يعني للأسف الشديد مدينة المكلة الآن أصبحت يعني المدينة مليونية، يعني صحيح. نتمنى من التنسيق، ونتمنى أنكم تتابعون قناة المكلة وبرنامج حديث الشارع، هذه المشاريع التي تتطرق لها مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي المهندس غانم. نعم. وتتابعون مكتب الصحة، وزارة مكتب الصحة بجهة الأستاذ رياض المجريري. أتمنى أن تكون همزة وصل ما بين المجتمع والشارع وما بين المسؤول نفسه. نعم. ويتحمل المسؤول، ونحن الآن نتكلم عن قوة مدينة كبيرة جدا، ومدينة يعني مكونة من مربعات ومكونة من أحياء كبيرة، والمجاري للأسف الشديد يعني كثيرة في الشوارع الرئيسية أو الشوارع الفرعية. صحيح. والسيارات متهالكة، السيارات الموجودة داخل حوش البلدية في قوة متهالكة. هو المهندس وهيب زف لنا أن بتكون في 6 سيارات، تقريبا 2 منهم لشفط المياه المجاري، و4 منهم لفك الانسداد. أتمنى يا علي أنه يصدق معنا. أولا لا، السيارات أولا 4 هذه أو 6 لا تكفي لمدينة المكلة، هو تكلم ولكنها بادرة طيبة في الوقت الحالي. بادرة طيبة، هو حل جزئي، لكن المكلة توسعت عمرانيا بالضبط، وتوسعت بشكل كبير، والربعة توسعت الآن، أصبحنا الآن فوة ممتدة إلى ما بعد الشافعي، إلى منطقة حمر، إلى مناطق الأخرى، توسعت بدون أي خطة للمجاري، بدون أي خطة للخدمات الأخرى. نعم. ما أدى إلى أن هناك يعني والمشاريع قديمة، مشاريع المياه والصرف الصحي، ونحن نعذرهم، مشاكل السياسية ومشاكل الحرب أثرت على المخصصات المؤسسة المياه والصرف الصحي. صحيح. هذا شيء بديهي، لكن نتمنى أن يكون لن تكون هناك سياحة ولن تكون هناك استثمارات ما دام النظافة سيئة، وما دام المياه الصرف الصحي منتشرة في الشوارع. مدينة المكلة مدينة سياحية يأتوا إليها من جميع المحافظات الجمهورية. صحيح. وكان أمس تقريبا قبل أمس 3 أيام اللقاء الملتقى الأول السنوي لأمراض القلب، ملتقى جاء دكاترة من جميع أنحاء الوطن العربي، من جميع من اليمن، من الخارج. يعني نتمنى أن يأتوا ويروا المكلة بحلة جميلة، حلة رائعة، حلة صراحة تجذب للاستثمار، حلة الشخص الذي يريد أن يذهب أن يرى أي مدينة في اليمن يذهب إلى المكلة، يرى المكلة نظيفة. الآن المكلة النظافة فيها سيئة، المجاري فيها صراحة طفحت في بالطبع. أغلب الشوارع، في باجعمان، في الشرج، في المكلة. صحيح. في قوة. إذن علي إذن نعم، وصلت فكرتك ووصلت رسالتك. خليني أشكرك الآن، وتابعني من التلفاز بكل الكلام اللي أنت قلته، بأعيده وبكرره فقط للحفاظ على وقت البرنامج. شكرا أخت عبير. تمام. أوكي. حاب في رسائل مهمة وجهها علي، إنه نحن محتاجين للتكاتف المجتمعي، ما توجدش هناك أرقام، ما توجدش هناك أرقام للبلدية أو غرفة عمليات للطوارئ، بحيث أنه إذا انفجر مكان مجاري أو شيء على طول نتواصل معهم ويجوا ويلحقوا نحن. طبعا المهندس وهيب زف لنا بشرة سارة وحصرية على قناة المكلة، وأنا بلغته إذا ما شفتش أي تطبيق أو أي تغيير ملموس ومحسوس بالحاجات اللي تحدث فيها وصرح فيها، بنطلع حلقة كمان مرة ثانية وبنستضيفه، وعلشان نقول له إنه كانت وعودكم كاذبة. الحلقة هذه هي خير برهان وهي شاهدة، وحتكون فاصلة ونبلغ فيها للجميع إنه الوعود التي أعطت لنا إياها كاذبة، وأنا أتمنى أن لا تكون كاذبة.
تحدث على الهلال الأحمر الإماراتي، منظمات اليونيسف، مكتب المحافظ. هناك حلول فعالة، وإن كانت على حسب قول صديق البرنامج علي أن السيارات قليلة ولا تكفي العمل على مدينة المكلا بسبب الزحف العمراني الذي بات ينتشر فيها، ولكنها بادرة طيبة. كمان أعطاني المدير العام، هي أذكر لي في الحقيقة أرقام كثيرة ومرعبة كانت. إن إذا تم توظيف هذه الأرقام في المسرى الصحيح سنرى مدينة المكلا عروس العرب، المدينة الساحلية الساحرة. قال تقريبا 1,100,000 دولار دعم وصل لهم من منظمة اليونيسف. مشروع آخر غير السيارات، الشفط وفتح الانسداد، عشان يعملوا على المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي. هذا جميل جدا. المشكلة التي كمان طرحها دكتور رياض الجريري مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان، إنه الخوف الكبير لما مياه المجاري تختلط بمياه الشرب، هنا يؤدي إلى الكوليرا، والكوليرا فتاكة وأصبحت مرض الحرب الذي يشهده الآن اليمن. وأسعدني بتصريحه عندما قال أن مدينة المكلا خالية حاليا من وباء الكوليرا. كانت حلقة بصراحة ساخنة، وتصريحات امتلأت دفاتري وأنا بكتبها. قبل أوصل للختام بس حابة أوجه رسالة لنكون منصفين يا جماعة. مثل ما اشتكينا على المواطنين وكيف أن المجاري تؤرقنا، كمان أود أن أوجه رسالة إلى عمال المجاري. أنا لما أشوف والمتعارف على أنهم ينظفون بأيديهم يا جماعة، لا لازم المهندس وهيب غانم، رجاء الفلوس أو النقود التي حتصل لكم من اليونيسف توفروا كمامات للعمال علشان المجاري وكذا، والكمامات أيضا لازم توفروها لهم، وبخاخات علشان الرائحة. نصل وإياكم مشاهدين إلى ختام الحلقة، ودائما يقولون ختام مسك. أرجو وأتمنى أن نشم رائحة المسك عوضا عن المجاري التي ضايقتنا. عزيزي المواطن، من حقك أن تعيش في بيئة نظيفة، بيئة صحية، ومن حق نفسيتك عليك أن ترى المناظر الخلابة والجميلة. إلى كافة المسؤولين من صغيرهم وحتى كبيرهم، دعونا ننعم بهذه الحقوق فهي حقوقنا. أعزائي، ألقاكم السبت المقبل في حلقة جديدة وموضوع جديد. كنتم معي أنا عبير واكد، إلى اللقاء.